السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو بسيط وسهل جدا لكل فني بخصوص الغسالات الفوق اوتوماتيك. في حد بعت لي كارتة يا جماعة عشان خاطر بيقول لي الكارتة دي فاصلة كهرباء مش شغالة معايا، فطبعا أنا عمال أوضح له اللي هو يوصلها مباشر، فهو قال لي أنا خد أنت وصلها مباشر وشوفني شوف هي بتتعمل إزاي عشان أقدر إيه أستفاد بالمعلومة وأوصلها لغيري. طيب ان شاء الله يا جماعه، دي يا جماعه الكارت اهي، وان شاء الله هقول لكم التست مود بتاعها بالمره. تمام، هي فرصه من المره اقول لكم التست مود بتاعها. بصوا يا جماعه، احنا سبق وقلنا في كروت اي كارت غساله فوق اوتوماتيك عشان تعرف ال 220 بتوعها دايما بالترانس جنب الترانس، ده اللي هو الترانس دي الكهرباء بتاعتها. تمام، المفروض ان احنا عشان نتاكد برضو بتجيب حضرتك الايه بنسة الامبير. تمام، وتجيبها على وضع الافو. تمام، بتلاقيها بتجيب معاك قراءة، يعني هما الطرفين الوحيدين اللي بيجيبوا معاك قراءة. تمام، يعني هنقيس مثلا الطرفين دول كده مش قاريين معانا اهو، طيب هنقيس الأطراف دي هيقرأت معاك قراءة اهي. تمام، دولت مش هيقروا معاك، طبعا دولت مش هيقروا معاك، ده مش هيقرأ معاك. تمام، الناحية التانية طبعا اهو ده السويتش برضو ايه احنا كنا عاملين عليه وصلة، فهو ايه هيقرأ معاك، وطبعا الميزان ما بيبقاش ايه ما بتوصلش فيه كهرباء طبعا ايه مباشر. طيب يبقى انت عرفت دايما اللي هو ال 220، مخرج ال 220 دوت اللي هو بيبقى جاي دايما جنب الترانس، ده اساسي. تمام، طيب احنا عشان نوصلها ونعرف اذا كانت هي شغاله ولا لا، يعني انت رحت الغساله شغلتها وايه ولقيت الغساله عندك فصل كهرباء، شفت الفيوز بتاعك لقيته ايه سليم، شفت الضفيره سليم، طب انت عايز تتاكد المشكله في البورده ولا لا. تمام، طيب انت يا جماعه الموضوع سهل وبسيط، اهي حته سلك الكهرباء وهتوصل ال 220. تمام، هتحط فيشه الكهرباء بتاعتك. تمام، في ال 220. تمام، وبتوصل. تمام، اهي نورت معاك، يبقى كده انت عندك الايه العيب مش في الكارت، يبقى عيب في اي جزء تاني. طبعا هي دلوقتي كانت بتعمل اي 6 علشان خاطر ايه مش متركب فيها الحاجات بتاعتها الضفيره بتاعتها. طيب انت دلوقتي برضو عايز تعمل لها تيست مود، يبقى انت كده المعلومه الاولانيه انت عرفتها، سواء ان هي ايه عرفت ان هي كده فاصله كهرباء ولا مش فاصله، يبقى انت كده ايه المشكله مش في الكارت. لو هي فاصله انا بتكلم على عيب فاصله كهرباء، اي عيب تاني ممكن يبقى في الكارت يا جماعه، انا بتكلم على العيب اللي هو لو البورده معاك فاصله كهرباء. تمام، طيب انت دلوقتي لو انت عايز بقى تطمن على الغساله بالذات اللي هو الموديل اليونيون اير، تمام، هتعرف التيست مود. التيست مود بتاعها سهل جدا وبسيط يا جماعه، اهو مستوى في عندنا غسيل وفي شطف وفي عصر، اللي هو غسيل ده سلك اللي هو النقع وش غسيل، رينش اللي هو شطف، سبين اللي هو العصر. طبعا كل زرار بيبقى مكتوب قدام المرحله بتاعتك، انت حضرتك بتجيب زرار اللي هو الغسيل مع سبين مع الاون، بتجيب معاك حرف السي واحد، بتدوس على مستوى الميه بتقلب معاك سي 2، كده انت بتجرب مرحله الغسيل. تمام، طبعا هي كمان الضفيره مش موجوده فيها بس انا هعملها لكم بسرعه اهي. تمام، عشان خاطر توصل لك اهي كده، بتقلب معاك مرحله كده عصر كده، قلبت معاك الشاشه كلها. تمام، بتدنك تدوس عليها لحد ما بتجرب كل الايه المراحل عندك بالنسبه للايه للشاشه. تمام، بتقعد بقى تجمع مع نفسها لحد ما تطفي في الاخر، يبقى انت كده ايه عرفت التست مود بتاعها وعرفت بتعمل ازاي كل ضغطه بمرحله. تمام، اهي كده طفت معاك، يبقى انت كده الكارت دي عندك ما فيهاش مشكله. يبقى تاني تيست مود بتاعها غسيل مع عصر، تمام، مع الاون اللي هو الستارت، وبعد كده بتضغط مستوى الميه كل مرحله بتقلب معاك ايه الجزء بتاعها سواء الغسيل او العصر او الشطف، بتقلب معاك المرحله اللي هي ايه اللي هي بعدها. تمام، يبقى احنا كده وصلنا لك المعلومه بسهل، يعني سهله وبسيطه، وانت ما تحتارش في اي غساله تخش، لو انت راجل مبتدئ خش بقلب جامد وما تخافش وسلمها لله، ولو في اي استفسار او اي حاجه وعايز تسال عليها انا موجود معاك في اي وقت، هسيب الرقم بتاعي موجود على القناه وهسيبه لك اسفل الفيديو، لو اي فني مبتدئ وعايز يسال على اي حاجه هسيب له الرقم يا جماعه، وتحت امركم في اي سؤال او اي استفسار. تمام، يخص جميع الغسالات، وزي ما انا بدي لك المعلومه بما يرضي الله، يعني المفروض ان محتاج انك تتفاعل مع القناه وتدوس لايك واشتراك في القناه لو انت لسه جديد. واخر حاجه اقولها لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.